مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم مرة تانية. وصلنا لفقرتنا الإخبارية اللي بنناقش فيها أهم الأخبار والمقالات والحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. أكيد أن النهاردة هيبقى الخبر الرئيسي معانا اللي حضراتكم تابعتوه منذ فجر اليوم النهاردة، ويمكن كل يعني المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيبدأوا في توشكا، بداية أمل جديد وحلم جديد تعطل كتير لمدة 25 سنة وأحياه الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلونا نقول لحضراتكم أن النهاردة في جولة تفقدية قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في توشكا، وتفقد الرئيس منطقة توشكا بجنوب الوادي بمحافظة أسوان ليشهد بدء موسم حصاد القمح بالأراضي الزراعية بتوشكا، وذلك ذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة تدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات وتحقق طفرة زراعية، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل في إطار نهضة تنموية شاملة. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح أن مشروع توشكا يعد الأكبر من نوعه في قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة اللي نجحت الدولة بتوجيهات الرئيس في إعادة الحياة لها بحل كافة المشكلات اللي كانت بتعوق هذا المشروع عن تحقيق مستهدفاته، وكمان توفير جميع المقاومات اللازمة للنجاح. والأمر ده تطلب القيام بحجم أعمال هائل في كافة جوانب ومكونات المشروع للنهوض به، سواء كان على الجانب الإنشائي أو البنية الأساسية أو الناحية الفنية أو كمان ما يتعلق بتوفير مياه الري ومصادر الطاقة وإنشاء المحاور لربط المشروع بشبكة الطرق القومية وتوفير الموارد المالية لكل تلك العناصر. مشروع كبير قدرنا ان احنا يعني احنا من الجيل اللي شاف ان احنا بقالنا فترة 25 سنة كنا سمعنا عن توشكا وفجأة مات هذا المشروع. رئيس أعاد الحياة لهذا المشروع مرة أخرى بعد 25 سنة بإزالة معوقات وبدء ان احنا النهاردة بنشوف الحصاد، واحنا دايما المصريين بنفرح بموسم الحصاد وبنفرح ان احنا بيبقى عندنا الخير. خلونا من يعني لمزيد من التعليق والاستفسار عن هذا الخبر بينضم الينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الاستاذ جمال رائف نائب مدير تحرير مجله اكتوبر. صباح الخير يا استاذ جمال. صباح الخير يا فندم على حضرتك، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. صباح الخير. النهارده الحقيقه كلنا صحينا الصبح شفنا الخير كده، احنا انا لسه بقول المصريين بتحب موسم الحصاد بطبيعتنا من زمان وايام اجدادنا الفراعنه، موسم الحصاد ده عندنا يعني حاجه كبيره. النهارده الخير اللي احنا شفناه واللي كنا يعني مع زياره كانت في شهر ديسمبر بدانا ان احنا نتعرف على المشروع، والنهارده بنجني ثمار ما تم عمله، والاعمال الحقيقه زي ما قلنا كانت كبيره وهائله. بالتأكيد هو صباح الخير والأحلام التي أصبحت ممكنة. نتحدث عن أسبوع الصعيد لم يكن هو النهاية ولكن هو البداية. يمكن شاهدنا تحدي كبير جدا في أسبوع الصعيد الذي كان طبعا بتشريف القيادة السياسية المصرية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان مشروع توشكا أحد يعني محاور هذا الأسبوع المهم. ووجدنا يعني تحديات كبيرة كانت تواجه هذا المشروع. استطاعت الدولة المصرية الآن من تذليلها لإخراج هذا المشروع وإحيائه كما حضرتك تفضلت وذكرت بالفعل، وإحياء لهذا المشروع مجددا. وكلنا تابعنا ازاي كان هناك تكسير لجسور صخريه كبيره جدا لإيصال المياه إلى نقاط جديده في توشكا وإيصال المرافق حتى خطوط السكك الحديديه، وبالتالي إحياء توشكا في الحقيقه نتاج استراتيجيه متكامله للدوله المصريه لإيجاد بنيه تحتيه حقيقيه. وهنا الإجابه على سؤال لماذا مصر عملت على ايجاد بنيه تحتيه منذ 8 سنوات متمثله في الطرق والكباري والمرافق، سواء كهرباء، صرف زراعي، صرف صحي، مياه. ان لم تكن الدوله المصريه تعمل منذ 8 سنوات على تعزيز هذه المرافق وتعزيز هذه البنيه التحتيه لما نكن الان نرى مشروع توشكا يحيى من جديد ويخرج ثماره، والان نرى هذا الحصاد المبهر في الحقيقه. لان هذا الحصاد ياتي كمان مش في توقيت عادي، ياتي في توقيت
استثنائي وفي ظل متغيرات دولية وإقليمية كبيرة جدا بتؤكد أن القيادة السياسية المصرية متمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت لديها استشراف للمستقبل وأهمية فكرة تأمين الأمن الغذائي للدولة المصرية. الدولة المصرية لم تنتظر الأزمة ولكنها عملت بإدارة استباقية للأزمات، ورأينا هذا الحقيقة في كافة الأزمات التي مرت في مصر خلال الثمانية سنوات الماضية، وجدنا دائما أن الدولة كانت مستعدة والدولة كانت لديها خطط وإدارة أيضا احترافية للأزمات. هذا ليس من منطلق كلامنا، ولكن حتى الشركات الدولية وكل المنظمات الدولية تتحدث عن هذا الأمر، وبالتالي إحياء مشروع تلك اليوم ومشاهد الحصاد اليوم علينا أن نفخر بها جميعا نحن كمصريين، ونفخر أيضا أننا لدينا الآن إرادة سياسية تحقق الأحلام وتذلل الصعاب، وأيضا التوازي مع إنشاء المشروعات الجديدة تحيي وتعزز من قيمة المشروعات القديمة التي كانت بالنسبة لنا حلم ولكننا لم نرى ثمارها، نرى ثمارها الآن على أرض الواقع. أنا لسه كنت بقول يا أستاذ جمال، إحنا الجيل اللي سمع وإحنا صغيرين عن توشكا، يعني ما كناش مدركين فكرة هي إيه توشكا ولا إيه اللي هيحصل فيها، لكن كلنا كنا شايفين إنها دي حاجة حلوة هتعمل حاجة حلوة لمصر يعني بالفطرة بتاعتنا. لكن النهاردة لما فجأة المشروع مات وفجأة سمعنا إن المشروع تم إزالة بعض المعوقات اللي كانت موجودة فيه وخلته توقف، وكانت الحقيقة أعمال كبيرة وهائلة ومجهود جبار تم بذله. النهاردة وإحنا بنشوف إحنا عندنا 370 ألف فدان بيتم زراعتهم، هيدولنا مليون أو مليون ومتين يعني طن من القمح في الفترة اللي زي ما حضرتك قلت إن العالم كله بيشهد إن إحنا عندنا أزمة في مسألة الغلال والقمح تحديداً. فشايف ان النهارده واحنا بنتكلم عن ارقام وبنتكلم عن صوامع وبنتكلم كمان عن بدء حصاد، وان احنا عايزين الموردين من الفلاحين الاهالينا ان هم يوردوا للحكومه هذا القمح، مع طبعا وجود الصوامع اللي تم انشائها مشروع كمان كبير، والنهارده تم افتتاح بعض الصوامع زي ما اعلن وزير التموين وافتتحها سيادته. المنظومه كلها على بعضها والرؤيه الشامله وما يتم انعكاسه على المواطن المصري. بالتأكيد هذه نقطة مهمة للغاية، يمكن أؤكد على كلام حضرتك. بالفعل فرحتنا نحن كأجيال عاصرت بداية هذا المشروع وكان بالنسبة لنا حلم، وتعطل هذا الحلم الآن هي فرحة مضاعفة، لأننا نرى هذا الحلم الذي تعطل كثيرا الآن يخرج إلى النور ونرى حصاد ثماره يستفيد منها المواطن المصري. وبالتالي أيضا فيما يتعلق بالرؤية الشاملة والعمل بشكل متكامل، هذه أيضا كانت نقطة في غاية الأهمية. ففكرة تأمين الأمن الغذائي المصري كان يحتاج كما أشرنا إلى بنية تحتية، وبالتالي أيضا الدولة المصرية في البداية عملت على بنية تحتية مهمة للغاية وإيصال المرافق، لأن توشكا كانت تحتاج إلى هذه المرافق، كانت تحتاج إلى الكهرباء وإلى أساليب الري الحديثة وإلى أيضا ربط بخطوط السكك الحديدية وغيرها من البنية التحتية. أيضا فيما يتعلق بالعمل بالتوازي على كافة المشروعات زي ما حضرتك فضلتي وذكرتي فكرة الصوامع، بنتكلم على أكثر من 20% كان هدرا في مخزون القمح، وهذا الرقم يجب على المواطن الكريم ان يدرك انه كان رقم كبير للغايه، رقم من الممكن ان يغذي دول بالكامل، لان طبعا بنتكلم على كميات كبيره جدا مصر بتستوردها من القمح وبتهلكها من القمح، وبالتالي عندما نتحدث عن 20% من طاقه نتاج الهدر ونتاج التخزين بشكل يعني غير حديث وغير تقني كان امر في الحقيقه صعب للغايه. لما نتحدث عن صوامع تكنولوجيات يعني متقدمه للغايه، نتحدث عن اساليب ري حديثه، نتحدث ايضا عن صوب زراعيه، نتحدث عن مشروعات للصرف الزراعي زي محطه بحر البقر، نتحدث عن التكنولوجيات حتى الخضراء الخاصه بالطاقه النظيفه دخلت في مجال الزراعه، وجدنا ايضا نقاط جغرافيه لم نكن نسمع عنها في مجال الزراعه زي صقر العينات و غيرها اليوم ايضا بالتوازي مع توشكا بنشاهدها. وبالتالي هذه الرؤيه العامه وهذه الاستراتيجيه العامه هي نتاج هذه الرؤيه الاستراتيجيه للمستقبل التي كانت حاضره لدى القياده السياسيه المصريه والتي امنت الدوله المصريه من العبور او العبور من كافه المخاطر في هذه المعركه المهمه، معركه البقاء والوجود. صحيح. يعني هنضيف كمان ان توقيت الجوله كان يعني النهارده الفجر، اللي هو احنا الناس بتبقى في رمضان وفاهمه ان لا يعني الشغل ممكن يبقى يعني قليل او متاخر، لكن هي رساله الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ان يعني الدعوه للعمل
الاجتهاد وان احنا لازم ان احنا نشتغل بدري ونحقق اللي احنا عايزينه. استاذ جمال ابقى معنا لنقرا هذا الخبر. اكد الدكتور مصطفى مدبولي ايضا رئيس مجلس الوزراء في مستهل اجتماع الحكومه بالامس ان الدوله بتتحرك على مختلف المحاور لمواجهه تداعيات الازمه العالميه الراهنه، وبتقوم بالعمل على توافر مختلف السلع في الاسواق وباسعار مناسبه، كما حرصت عند التحرك او التحريك اللي طرا على اسعار المواد البتروليه على مراعاه امتصاص الدوله للجزء الاكبر من ارتفاعات الأسعار العالمية اللي حصلت وتحميل المواطن الجانب الأقل، وده في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين رغم التكلفة الهائلة اللي بتتحملها الدولة. رئيس الوزراء أعلن أيضا أن هو تم تكليف مجموعة اقتصادية متخصصة من الوزراء للعمل على وضع خطة للتعافي والخروج من أثار هذه الأزمة العالمية عبر حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بالمضي قدما في هذه الملفات. وفي هذا الصدد اعلن الدكتور مصطفى مدبولي انه من المقرر عقد مؤتمر صحفي عقب اجازه عيد الفطر المبارك لاعلان تفاصيل وثيقه سياسيه او سياسه ملكيه الدوله كاستراتيجيه قوميه بتستهدف توسيع قاعده مشاركه القطاع الخاص، لافتا الى ان الفتره الحاليه بتشهد تلقي ملاحظات الوزارات المختلفه بشان هذه الاستراتيجية. الحقيقة نقطتين اتنين في الخبر يا أستاذ جمال. الجزء الخاص بتحمل الدولة العبء الأكبر أو الجزء الأكبر من فكرة ارتفاع اللي حصل أو الارتفاع الجنوني اللي حصل في المواد البترولية، والجزء الثاني الخاص بالوثيقة وثيقة سياسة ملكية الدولة واللي بتخلي القطاع الخاص هيبدأ أن هو يدخل ويبقى عندنا رسم خريطة كده أن احنا الاستثمارات اللي جاية. يمكن بالتاكيد بدايه العالم كله في ازمه، وهذه الازمه مركبه. طبعا ازمه جائحه كورونا في البدايه، ثم الازمه الاقتصاديه الخاصه بها ارتفاع معدلات التضخم العالمي، ثم جاءت ايضا ازمه اوكرانيا وغيرها من يعني القلاقل في العالم وفي الاقليم ضاعفت من تبعات الازمه الاقتصاديه العالميه، وبالتالي المواطن في العالم كله يشعر بتبعات هذه الازمه. ومصر ليست معزلا عن العالم، مصر بالعكس هي قلب العالم وقلب العالم التجاري، وبها محور التجاره العالمي الاهم وهو قناه السويس وموقعها الاستراتيجي، موقع يعني وصل ما بين ثلاث قارات او يصل ثلاث قارات بعضهم البعض. وبالتالي هنا نتحدث عن تاثيرات حاضرة سواء في مصر، في الولايات المتحدة الأمريكية، في أوروبا، في الصين، في كافة دول العالم. المواطن في كافة أرجاء الكرة الأرضية متأثر، ولكن الحكومة المصرية تحاول تقليل تبعات هذا التأثر على المواطن المصري، تحصين المواطن المصري من هذه التبعات الصعبة عالميا. عشان كده حتى وجدنا أن تحقيق سعر البترول وفق طبعا لجنه التسعير كان متواضعا للغايه ويراعي البعد الاجتماعي للمواطن المصري، وجاء في الاطار الطبيعي اللي احنا كلنا بنتوقعه، يعني 25 قرش او الخمسه يعني الربع جنيه اللي احنا دائما بنتحرك فيه سواء بصعود او بهبوط، ده كان متوقعا من الشارع المصري. وبالتالي انا اعتقد ان الحكومه تحاول قدر المستطاع ان تخفف من تبعات الازمه الاقتصاديه، ولكن يجب ايضا علينا نحن كمواطنين ان ندرك ان نحن لسنا بمعزل عن العالم، وان علينا ايضا ان يكون لدينا مسؤوليه مجتمعيه في هذا الوقت الراهن، سواء من خلال ترشيد الاستهلاك، تغيير حتى نمط الشراء، الاستغناء عن بعض السلع الرفاهيه وغيرها من الانماط الاقتصاديه التي ايضا تساعد الحكومه في مهمتها المعنيه بتخفيف هذه التبعات على المواطن المصري. اما ما يتعلق بافراق القطاع الخاص، احنا بنتكلم على استراتيجيه عمل الدوله المصريه في يعمل القطاع الخاص طوال الوقت واشراكه في كافه المشروعات سواء القوميه او حتى في صناديق الاستراتيجيه الاستثماريه الخاصه بالدوله. واعتقد ان مثل هذا الطرح الحكومي الان سوف يعزز من فرص القطاع الخاص في الدخول الى المزيد من المجالات الاستثماريه التي تعزز من قطاع المال والاعمال في الداخل المصري. صحيح أستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي ونائب مدير تحرير مجلة أكتوبر، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا يا فندم. مشاهدينا الكرام، يعني النهاردة زي ما قلت لحضراتكم كلنا صحينا الصبح عندنا خبر حلو وعندنا بدء حصاد الخير في توشكا لمحصول القمح. النهاردة كل المسؤولين من الفجر موجودين، دعوة للعمل والاجتهاد. النهاردة إن شاء الله بالليل بنبدأ ليالي أيضا 10 ليالي مفترجة من شهر رمضان المعظم، فيها ليلة القدر. بندعو
ربنا او بندعو كلنا ربنا طبعا سبحانه وتعالى ان يحفظ مصر وقيادتها، وان احنا نقدر ان احنا نتجاوز هذه الازمه العالميه اللي حصلت واحنا واقفين على رجلينا زي ما مرينا بازمات كتيره قبل كده وقدرنا ان احنا نتخطاها وقدرنا ان احنا نفضل واقفين زي ما احنا ومصر تفضل باقيه على مر الاجيال اللي جايه ان شاء الله. مشاهدينا الكرام بكده بتكون انتهت حلقتنا النهارده، نشوفكم على خير بكره باذن الله. بشكر حضراتكم، لكم كل التحيه مني ومن اسره صباح.